افرض مواطن لظرف ما، يعني ربنا يحمي ويحفظ الجميع، ما بقاش عنده بيت، مأجر بيت مش قادر يدفع ايجاره وعنده عيال وزوجه، طب ما ده هيستغيث بمين؟ يعني بعد ربنا هيكلم حضراتكم لكم الحقوني، انا ما عنديش ايواء، ما عنديش مسكن. وارد يحصل، وحضرتك قلت ان في دور لوزاره التضامن، طب ما المواطن ده احنا ما ينفعش نسيبه شهر. انا بشكر حضرتك جدا، عدتنا لنقطه مهمه، لكن هو الوقت يمكن مش كافي لاننا يعني نغطي جميع الجوانب، لكن الامور الانسانيه والجوانب الانسانيه بتنال اقصى درجات العنايه والاهتمام والرعايه في التعامل معها.